محضر إسبرلي رغبته بتجميد المشروع وضمه إلى آخر مجلس وزراء عقد تم فيه بما يخص مدينة صور. تم فيه أخذ ثلاث قرارات مهمة نحن بتعنينا. أول واحد تلزيم دراسة مداخل صور إجمالاً، هيدا من نظرة استراتيجية لقدام، إن نحن اللي عم يقتلنا بصور صار هالتقطعات المداخل، يعني عم نطرح المشكلة عادة على الجماعة على مجلس الماء والعمار أو على وزارة الأشغال وهن بيلاقوا الحلول الفنية بكلفوا جهات فنية. تم إقرار تلزيم دراسة مداخل صور وتكليف مكتب فيها.